كانوا في الجبال والهبائن كذا عارف ايه تدري احمد سيف ارحب مرحبا الف هاشم هاشم ارحب والله ما ترى باس يا ابوي صح انه اكيد والله يا ابو ناصر مقبول الحمد لله على السلامة الحمد لله انت تصدق يحاولون يقلدون والله يا اخوي شكله مثل حق ذاك الاطفال سوكي سوكي الحمد لله على السلامة ما ترى باس ما ترى باس والله كرك حق محمد بن ناصر كيف امورك ان شاء الله طيبين باقي الحليبي كرك كان لون كرك على الصدام يا عطوا لها عسل عشان يتقوى الحليبي يا ابو ناصر هبول عسل عشان يتقوى عسل عشان يتقوى وبناصر العيال باقيين خايفين من ما يتقوى خطا كسو لكن مخبرين خطا كسو والمعذره اللي تسببنا عليك شيء تكفير تكفير والله قم بالعبود يريح الارض ها يريح تكفير ذنوب ان شاء الله تكفير ذنوب يا بعد ان الله اذا حب عبدا ابتلاه وانت محبوب ان شاء الله عند ربي لكم شمول الجلسه جديده مرحبا رجع سوا من الجلسه الحمد لله تفضل يا ابو ضعف انا جدا وكل عام يا لن يسقط لازم تطلق على البزنس لا لا ولن يسقط اي يا اي يلا صلي يا رجال عايد عايد لا لا عايد الكرسي لمحمد ناصر ومرافقه انا المرافق قم يا عايد قم يا عايد يا ابو ناصر تقيم الحين يا عايد اي قم تقيم الحين يلا ها الله يعطيك العافيه عادي وبلبس اليوم شو المشكله ها بعد الفقره عندك لو قالوا ليلك لواحد ضايع ونايم كيف حالك يا العشير يا المحروم